جدا بذكاء كبير جدا. يا عين يدعار يا الله، جول ثالث ثالث ثالث، إذعار ثالثا ورابعا. شوف إذعار العتيبي، يا له من مرور، يا له من ذكاء، يا لها من ثلاثية، يا لها من ثلاثية. يا الله يا إذعار، الموهبة، كرة القدم تلعب بالعقل، يؤكدها إذعار، يقرها إذعار ويسد. عبد الهادي بحثا عن العرضية، تلعب الكرة السريعة، الله، جول. إذا الحزم يتقدم أولا في هذه المباراة عن طريق إذعار العتيبي. إذعار يسجل، تلعب في أقصى اليمين، العرضية، مشروع الثالث، يا الله، ثالث هدف، ويا لها من عرضية، ويا لها من لمسة. يا عيني إذعار العتيبي يسجل الثالث ويؤكد النقاط الثلاث، ويؤكد النقاط الثلاث. شوف إذعار طار طار وحلق، ولمسة جميلة جدا من إذعار، لمسة جميلة جدا من إذعار. بيت اللعب، خلص الدفاع، كنترول من إذعار، المرتدات ومشروع الرابع، المرتدات ومشروع الرابع. يا عيني إذعار، يا جمالك إذعار، يا روعتك إذعار، واللمسة والرابع والرابع والرابع. يا الله، مرور، يا لامن مرور يا إذعار. العتيبي فنان، العتيبي موهوب، إذعار يا له من مرور، يا له من مرور يا إذعار. في هذه المباراة يا عيني على إذعار، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، مجهود رائع جدا يلعب لي عبد الهادي. عبد الهادي لا يستعجل، لا يستعجل، والحزم خطوة بخطوة من أجل العودة، خطوة بخطوة من أجل العودة. يا له من مرور، يا له من هدوء، ويا له من عن هذه المباراة كما كان حاضرا في المباراة الماضية. لدينا لقطة الآن، وتقدم حسم أوي، اللقطة الأولى والتسليم لعار العتيبي، اللاعب رقم 10 بهذه المهارة، مر بهذه المهارة، أدى وأخذ الكرة، لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. برافو دعار بهذه المحاولة، لاعبين في التغطية، مهارة، مساحة، يدخل في منطقة الجزاء، يرسل الكرة، يا سلام، الله الله، والتألق من رافائيل، شوف الحمل من أولى الجول في حضر من العتيبي، والإرسالية عطاية على طوف القدم اليسرى، لكن رافائيل يتدخل، ثلاث دقائق، كرة طويلة من أولى جول إلى داعر العتيبي، داعر في محاولة المرور، معاه الكرة لا زال يسيطر، يحافظ، يمر من الضغط المستمر، عرضية، أوه، داعر فعل كل شيء في اللقطة الماضية، مر، عدى، حاول، تقدم، عرضها، لكن كانت تحاول عبد الهادي الحاجيل، يلعب كرة أمامية لإذعار، يحاول فيها يعرضها، فرصة للوفال، فرصة فرصة وركلة جزاء، حكم البداية وهذه الدقيقة من أحداث وانطلاقة الشوط الثاني. شوفه شوفه، لاعب لاعب ومهاجم الفريق الحزماوي نوفل الزرهوني، نجم إذعار العتيبي، إذعار مر، إذعار عبر، يا عيني إذعار، ولمسة لكنها في قناة حارس المرمى، ثلاثة أهداف مقابل هدف، لم يحسب شيء، قد يكون هنالك عودة وتدخل، كنترول من إذعار، كلها تحدي، ملعوبة، حزماوية الآن، محاولة من جديد، إذعار يمر، تمريرة في العمق، ملعوبة إلى العتيبي، تمرير مقطوع. طالب أهلاوية بالكرة، سبيدي يحاول إقطاع الكرة من جديد، يعود ناحية الفرق، انتصارات أهلاوية 4 و
لازم نحقق انتصار واحد. هنا كرة حزموية لمرتز وسرعة كبيرة جدا من الناحية اليمين بتمريرة، ولكن إبراهيم الزبيدي، تامر العلي وباستوس الحزم. كل تأكيد نتيجة غير مرضية لعشاق الحزم حتى هذه اللحظة في 87 دقيقة. 1-0 الأهلي. دعار العتيبي المقلق، اللاعب الفنان اللي يكسب خطأ. لعيب لعيب ما شاء الله عليه. سلامات إن شاء الله. حزم بالمركز الرابع ب 22 نقطة، بينما العين الترتيب السادس عشر ب 12 نقطة. 16 ترتيب العين. من العودة للرس بخالي النقاط، كرة أولى جول خلفية الآن، ويعتمد على مثل هذه الكرات المقطوعة. دعار العتيبي في انطلاقة، محاولة المرور سافرة. محمد العبد الفيصلي قريب من التحقيق. الانتصار. هذا الدفاع الماضي كلف المدافع جيران التاكوادو الزيمباوي ركلة الجزاء لفريق الحزم. كرة تعود الآن لمجهول أن يستفيد من الكرات الطولية والارتداد المفاجئ. كرة تعود الخلف على تيبي، راح بالمهارة. دعار العتيبي يتقدم في الشوط الأول. القيسومة كذلك، دخول ياسر سعيدان، البوتلة